كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد ابراهيم. مقبولة يا باشا. ايه دي؟ قنبلة. من ايد من اعدامها؟ هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيلية. وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا. ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكافينا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن. احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطة. ده كل حاجة مشيت حسب الخطة اللي انا راسمها، كلنا بكرة الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني. نعم. يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجة تبقى طبيعية. هاني، انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا، هتودينا في داهيه. حد قال لك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قال لك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله، ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم. يعني يا حبيبتي، لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم. ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ ايه اللي متاكد يا باشا؟ القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها ايش حاسس؟ مش عارف انا ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا حسن. يلا يلا. في آل كولا الخدود، في آل كولا الخدود، بتصوت بالمليون يا فايت ميني، لكولا الخدود لفوق لفوق لفوق.